أحييكم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المساء، هذا الملتقى ملتقى النجوم والأساطير وملتقى العمالقة الكبار في هذا المساء هنا من خلال هذا المهرجان، مهرجان سباق أمير البلاد المفدى حفظه الله. أول الأشواط كانت هناك تحديات الشلفة في انطلاق شوط الإبكار المفتوح وإثارة المنافسة، أعلنت أنها قادمة من أول تحديات هذا المساء. على بركة الله يعلن في هذه اللحظة إطلاق الشوط الثاني، الشوط الرئيسي الخاص بالجعدان في هذا المسار القوي والاندفاع الذي سيكون أيضا إثارة أخرى تحملها تحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة في هذا الميدان. انطلقنا مع هذا الشوط حاملين أيضا من الأسماء، من التحديات، من العناوين التي نتابعها ونطلق لها العنان في هذا التحدي وهذه الإثارة المتميزة على أرضية هذا الميدان. بدأنا بشوط قوي، بدأنا بشوط مثير، بدأنا بشوط صعب تجد فيه الأسماء الصعبة وعمالقة المضمرين في منافسات هنا في هذه الرياضة، والتي تشكل هذه المنافسة الدعم الكبير لتحديات رياضة الأصالة والتاريخ. على بركة الله نبدأ وأذهب بالمقدمة إلى المركز الأول في هذه اللحظة لتبدأ هذه الانطلاقة. هنا المركز الأول والوعب على المركز الأول لهجن الشيحانية بقيادة سالم بن فاران المري. المركز الثاني الصيرمي في المركز الثاني لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث وجود البصير على المركز الثالث لهجن الشيحانية مع سالم بن فاران المري. وعلى المركز الرابع يتواصل هناك شايم لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. والمركز الخامس وصول مشرف على المركز الخامس لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الأسماء، هذه أسماء الهجن المنطلقة في أول نداء من خلال هذه المتابعة. شوط ما شاء الله يحمل البداية الأولى، يحمل التحدي الأول، يحمل المنافسة. الله الله، بدأنا بشوط الإبكار، شاهدنا اللحظات المثيرة، الثواني بدأت هنا لها قيمة كبيرة في عدها وانطلاقها. أجهزة الفوتو فينش بدأت بالعمل مبكرا لتتابع البدايات، ولكن مع هذا الشوط وهذا التحدي وهذه الانطلاقة التي تحمل البصير على الصدارة ومقدمة هذا الشوط لهجن الشيحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري الذي أطلق تحديات اندفاع هذا الشوط. المركز الثاني، على المركز الثاني الصيرمي، الصيرمي في المركز الثاني يقطع الأمتار والأميال، ينطلق هنا مع هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أيضا وصلنا مشاهدينا متابعينا الكرام الإعلان النهائي وحكم اللجنة المنظمة للسباقات في الشوط الأول في هذا المساء. العاصفة 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 عصفت من البداية، وانتباه هي صاحبة الشلفة الفضية هنا في هذه اللحظة الذهبية في هذا المساء. ما شاء الله، تهانينا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام إلى هجن العاصفة على هذه البداية ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الذي يقدم كل يوم في هذه الرياضة له جديد. بالفعل انطلاقة البداية وانتباه، هنا تعلن انتباه للمنافسة في هذا المهرجان. أذهب للمقدمة، أذهب وأعود في هذا الشوط، شوط الجعدان بتغيير وتبديل. هنا المقدمة هو الوعب، الوعب لا زال على القمة والبداية الأولى، على الانطلاق الأول لا زال مسيطرا لهجنة شيحانية مع سالم بن فاران المري على الصدارة والتحدي والإدارة. هناك على المركز الثاني المنافس القوي والمتحدي القادم بقوة في
هو مشرف هنا في المركز الثاني ايضا لهجن الشيحانيه مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث شايم على المركز الثالث، شايم وهو شايم، سيعلن ايضا شومته واقتحامه اللحظات الاخيره لهجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الرابع عوده الى المركز الرابع في هذا التحدي ودخول ظهر هملول لهجن الرياسه في هذه اللحظه بقياده المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. والمركز الخامس ما شاء الله خماسيه في موقع واحد في تحدي واحد وفي انطلاق واحد، هناك شاهين ايضا لهجن الرئاسه مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. صراع العمالقه الذهبي العملاق الواثق المستحيل، الكل يتواجد هنا في هذا الشوط يعلن انه حاضر ملتزما بهذه الاثاره، ملتزما ومحافظا على قوه هذه التحديات والانطلاقات. الله 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 الله، نحن مع الكيلو متر الاخير، النهايه. شوف شوف الهجوم، شوف الهجوم اللي بدا في هذه اللحظه يحمل انطلاقه النهايه. تكون المركز الاول، انطلق شايم، وصل شايم، قاد شايم الصدارة، أعلن أنه متقدم على الجميع في هذه اللحظة لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير والوعف. هنا يدق أيضا ناموس المنافسة والتحديات والانطلاقات لهجن الشيحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، وتدخل قادم على المركز الثالث من هملول لهجن الرئاسة. الله 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 الله، راشد محمد بسم المنصوري والصيرمي بدأ يقطع الأمتار، بدأ يقص شريط الانتحاري في هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، النهاية هنا ثلاثية المقدمة الأربعمائة متر الأخيرة، وهنا شايم شام شايم شام شايم، وصل شايم، اقتحم شايم، كانت انتباه في الشوط الأول، وهنا شايم يعلن أيضا نهاية هذا الشوط. والخنجر الخنجر الذهبي يذهب للعاصفة. تهانينا لدولة الإمارات العربية المتحدة، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز. الذهب للذهب، الذهب للذهب، وشايم هو الذهب. المركز الثاني السيرمي لهجن العاصفة، المركز الثالث هملول لهجن الرئاسة، والمركز الرابع الوعب لهجن الشيحانية، والمركز الخامس البصير لهجن الشيحانية. هذا هو الشوط الذي كان مسجلا هنا باسم شايم الذي شام في اللحظات الأخيرة وأعلن تواجده في هذه الانطلاقة القوية التي قادها مع لحظات النهاية. يا سلام يا سلام، بالفعل لحظات الإثارة في الختام في آخر الأمتار وآخر كيلومتر كان هناك التحدي وكانت الإثارة في هذا الميدان. التهاني أيضا إلى مالك العاصفة، مالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي يتابع هذه اللحظات هنا من كل المحبين من كل المتابعين. إمبراطورية العاصفة هي بالفعل على المقدمة مع انتباه في الشلفة الذهبية ومع شايم على الخنجر الذهبي. هنا التوقيت 7 دقائق 22 ثانية و8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الثاني على التوالي. ما شاء الله تبارك الله، الكل يحتفل، الكل فائز في هذا المكان وهذا الميدان. هذا هو توقيت شايم، وهو بالفعل شايم على الصدارة والمقدمة والتحدي الأول في هذا المساء. المركز الثاني يذهب إلى الصيرمي في المركز الثاني أيضا 7 دقائق 22 ثانية و62 جزء من الثاني. تهانينا للعاصفة وهجنا تهانينا أحمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث كان هملول. أيضا تهانينا لهجن الرئاسة وتهاني راشد محمد بسم المنصوري 7 دقائق 23 ثانية و98 جزءا من الثانية. هذا هو التوقيت في هذا الشوط المثير، الإثارة التي تحمل هذه الانطلاقات.